صدق أنني أعتبر تجارتنا أولوية لي. ما معنى بقائنا هنا إذا لم تكن هناك تجارة بيننا؟ هيا قل لي يا سيد الكيزيل، يا سيد أمور، من أين لي أن أعرف أنك لا تعمل مع عثمان وتتلاعب بي؟ لو أنك فكرت أنني أعمل مع عثمان يا نيكولا لكنت قطعت رأسي منذ زمن. من أين لك أن تعرف أنني لن أقطع رأسك الآن؟ لأنك بحاجة لي ولمساعدتي بقدر ما أنا بحاجة إليك يا نيكولا، لهذا نحن متحالفان معا. ولكن يمكن لعثمان أيضا أن يعرض عليك ما عرضته يا سيد أمور. أنا أريد التجارة، وطريق التجارة يمر من إنجول وإزنك وبورصة حتى أنه يمر من القسطنطينية. أنا أريد أن أتوسع. هيا يا نيكولا، ابتسم قليلا لصديقك. سيد عثمان، آخر ما سمعته أنك قتلت البيزنطيين الفارين، فما الأمر؟ أم أن توغاي أرسلك لتعيدنا بالخير يا جاموها؟ لقد سمعنا أنك استقبلت بعض الضيوف من يار حصار يا سيد عثمان، لقد التجأوا إليك، ولكنهم قد فعلوا هذا دون إذننا، وأنت قبلتهم وأعطيتهم مكانا دون إذننا أيضا. أنا لا أصدق ما أسمعه. أنتم جاهزون لتجاوز كلام جنكيز خان ومخالفة قوانينه وتدعون أنكم أتباعه. ألم يقل جنكيز خان إنه لا يمكن لأحد لمس ضيوف الرب كما قال جدي أوغوز خان؟ أجبني، أم أن من داس على ذيل سيدك أنساك هذا؟ إياك أن تتلفظ مجدداً باسم جنكيز خان يا سيد عثمان. سيد عثمان، سيد بامسي، انتظر. <تصفيق>
أنا سوف أذكر سيدك توغاي بكلام جنكيز خان عندما قال لا تؤذوا الأتراك أبداً طالما أنهم لا يؤذونكم. إذا وضعتم أعينكم على من التجأ إلي حينها سأقتلع عيونكم الجشعة هذه، ثم سأقطع رؤوسكم. اسمعني جيداً، إن لم تعطنا جبناء يار حصار الذين التجأوا إليك سوف نهدم قبيلتك على رأسك يا سيد عثمان. الوغد الذي تسلط على روحي فهو لأنه لا يستطيع هزيمتي، والآن يريد التسلط على هؤلاء المساكين. ما الأمر؟ ستتملقون لنيكولا بعد غدره لكي تتمكنوا من استجماع قوتكم، أم أنكم تلاحقون الذهب المتجه إلى خزينة دولتكم؟ أجبني يا هذا. قبيلة الكاي هي عرين الأسد، والثعالب أمثالكم نهايتهم معروفة. إن تجرأوا على المجيء إلى هنا فحينها سوف نغرقكم بدمائكم. هذا يعني أنك ترغب كثيرا بأن نقوم بمهاجمتكم. إذن سيحدث ما تريده يا سيد عثمان. سيد بامسي، هل لديك ما تقوله لجاموها؟ أجل لدي يا سيدي، لدي. أريد أن يوصل سلامي لتوغاي ويقول له إن السيد بامسي سوف ينتقم لمقتل الغازي عبد الرحمن بيديه. الآن خذوا هذا الثعلب. سوف ننتقم لمقتل الغازي عبد الرحمن، لا تقلق يا سيد بامسي. أعرف يا سيد عثمان، بإذن الله. أيها السادة، قولوا لي ما رأيكم؟ من الواضح أن السبب هو الضرائب. جيخاتو يلاحق الضرائب. بإمكاننا إيقاف توغاي، ولكن ماذا إن أتى جيخاتو بنفسه؟ لا، جيخاتو مشغول جدا، لديه الكثير من المصائب الآن، لا يمكنه المجيء. لقد وكل توغاي بالأمر. ومن يهاجم قبيلتنا سيلقى فيها حتفة. لن يتجرأوا على مهاجمتنا، فمحاربون أكثر منهم الآن. بأي حال المسلم لا يسلم من يلتجئ إليه للكفار. توغاي سيفعل كل شيء ليحصل على الضرائب، حتى أنه سيتفق مع نيكولا، وإن اضطر الأمر سوف يهاجم قبيلتنا. ولكن لن نسلم من لجأ إلينا، ولن نخضع أبدا لهذه التهديدات. أخي، ابدأ الاستعدادات من أجل الحرب. حسنا، حان الوقت لنري توغاي ما يحدث لكل من يحاول أن يمس الأتراك. عثمان لن يسلم اللاجئين،
لم أستطع إقناعه. سيفعل، إما بموت هادئ مثل رياح الصباح، أو بروح عديمة الرحمة مثل صقيع الليل. سيفعل. جهزوا حصاني. الحمار الذي يحملنا دائما أكثر قيمة من الحصان الذي ينتظر ليهاجمك. إن نيكولا سيفرح كثيرا برؤيتنا. أنا واثق جدا. يبدو أن نيكولا قد اقتنع، لكن يجب علينا أن نكون حذرين أكثر. يجب أن لا نقوم بدعم السيد عثمان علنا. يجب علينا أن ندرس تحركاتنا. ماذا تريدنا أن نفعل؟ لا يجب أن نظهر بجانبه في هذه الفترة، وإلا سنخسر تجارتنا مع نيكولا، وأيضا ستفشل خطتنا بالتسلل إلى قلعة إنغول. لنتسلل لإنغول إذن، سوف نتخلف عن وظيفتنا في الغزو. أليس هذا هو أصل الغزو؟ أليس الغزو هو إنهاء أمر العدو بالدخول إلى جحره مباشرة؟ أنت أعلم مني يا أبي. وأنت ماذا بك؟ ماذا بي يا أبي؟ أنت لم تعترضي على قراراتي أبداً في السابق. إذن فأنا لم أقم بوظيفتي كما يجب يا أبي. إن وظيفتي الحقيقية ليست إيذاءك. إن الذي يوافق سيده بكل قراراته لا يحب له الخير. أتعلمين ما هو أكثر شيء أفتخر به؟ تربيتي لك على هذا الشكل. سيدي، حكام القلاع أرسلوا جنودا إلى نيكولا. وفقا لاستخباراتنا فإن نيكولا يستعد للهجوم ليستعيد الأسرى. لا بد من منع هؤلاء من دعم بعضهم بعضا، ولن نستطيع منعهم قبل أن نسحق رأس الأفعى. أحضر سليمان وماله. سمعا وطاعة. ماذا تفعل هنا؟ لا تتجول، تحرك. ستأخذاني هذه الرسالة إلى البابا. إذن ستتركون يا سيد عثمان؟
واثق بأنني سأفي بوعدي يا بيتروس. أثق بك بقدر ثقتي بالبابا، ولكن توجد مهمة أخيرة لمالك أريد منه تنفيذها. ما هي؟ ستذهب لإنغول وستعلم عدد الجنود الذين أرسلهم حكام القلاع، وستعلم متى سيهاجمون، ثم سينتهي هذا الأسر، صحيح؟ سينتهي. ستدفعان كفارتكما. ماذا لو كشفني وقتلني؟ ماذا سيحدث يا سيد عثمان؟ حينها سأقوم بوضع رأسيكما في صندوق مع هذه الرسالة التي كتبتها، وأرسله إلى البابا بنفسي. اذهبا الآن. سيمون، عندما تنتهي الحرب، إن اتضح أن معلوماتك صحيحة، حينها سيأخذكما محاربي إلى الحدود، وستسافران بالقارب. بوران. سيدي. خذهما إلى خيمتهما. سمعا وطاعة. قبل عثمان العرض؟ لا، كنت أعرف أنه لن يقبل به. لقد حان الوقت الآن من أجل توحيد قوانا للمرة الأخيرة، من أجل أن تدفئ شمسي هذه الدنيا. لا حاجة لي بحطب بيزنطة. في غيابي تأذيتم وخسرتم، والآن ستصبحون تابعين لقوتي. سيصبح نصركم نصري، ستثقون بكل كلمة تخرج من فمي توغاي الشامان الأسود. نيكولا سيأتي مع وحدة كبيرة العدد. حسنا، وماذا عن توغاي؟ توغاي سيقوم بدعم نيكولا، يعني أنهم سيهاجمون معا. ومتى سيهاجمون؟ بعد يومين. أريد معلومات أكثر. ستذهب إلى إنغول وتعرف كل ما يمكنك معرفته. تعلم أنني سأفي بوعدي. أيها الجنود، يا سادة، ها قد سمعتم كل شيء. قولوا الآن بماذا تفكرون؟
سنتغلب على الكافر نيكولا، وسنتغلب على الكافر توغاي في الوقت نفسه بإذن الله. ولكن سيد عثمان، سيستشهد الكثيرون. أجل، سوف يسقط منا الكثير من الشهداء، لكن إن اتحد الجيشان لن يكون النصر سهلا أبدا. إما أن نوقعهم في فخ، أو أن نقسمهم، أو أن موتا شريفا سيكون بانتظارنا. السيد سافجي يتحدث عن الموت، هل هناك داع لهذا؟ هل سنذهب إلى الموت متعمدين؟ ماذا سنفعل؟ هل سنتخلى عن شرفنا؟ أيعقل أن نتخلى عن مستقبل قبيلة الكاي؟ يا سادة، هل سيسلم أفراد الكاي أرواحهم من أجل اللاجئين؟ هل هذا ما نريده؟ إما خسارة شرفنا أو خسارة أرواحنا، هذه هي المسألة. وإن فقدت الأمة شرفها، هل يحق لها الحياة؟ أشيباني، من لا تقاليد له لا دولة له، وإن قامت لن تدوم. حتى وإن كنا محاطين بالأعداء، رغم هذا سأحارب لأنني حر. كلما كانت الحرب كبيرة يكون النصر كبيرا بالدرجة نفسها. أجل صدقت يا سيد عثمان، من بعد الآن لا يمكن أن نسلم اللاجئين. أخي، لقد سمعت ما قاله مالك، قم بتجهيز الجنود، سوف نحارب الآن. أمرك سيد عثمان. حسنا يا سيد عثمان. سيد بامسي، سيد بامسي، كيف حال يدك؟ الدواء يجدي نفعا يا سيد عثمان، تصبح أفضل يوما بعد يوم. وفي الغزو سأكون في الصفوف الأولى بإذن الله. ليس الآن، لن تكون منا الآن. أنت قلعتي وعمود قبيلتنا، لن أجازف بفقدانك. سيد عثمان، حتى عندما لم تكن يدي تتحرك غزوت وحاربت، فلماذا تقول هذا الآن؟ جاموها تحدث عن مهاجمة القبيلة، قد يفعلون هذا عند ذهابنا للقتال. لهذا السبب سأترك القبيلة بأمانتك. طالما أنه أمر السيد فسيطاع بالتأكيد. سلمت يا سيد عثمان. نيكولا شيطان ذكي.
لن أستطيع أن أخرج حيا من القلعة. سيمون، اسمعني، أنا لا أهتم بالموت، ولكن ولتستطيع الخروج سالما من هنا مستعد للتضحية بحياتي، ولكن عليك أن تعدني يا بيتروس بأنك ستنهي مهمتنا وستقتل عثمان. ليكون الرب معك والانتقام معي يا صديقي. بلى، تعالي إلى هنا. تعالي. شمسي، أخبريني، هل أنت بخير؟ أجل يا عثمان، كيف لي ألا أكون بخير ما دمت بجانبي؟ سلمتي، ماذا فعلتن؟ هل اعتنيتن بالضيوف جيدا؟ لقد لبيت كل احتياجاتهم، إنهم يدعون لك يا سيد عثمان. فليسلموا، المعاملة التي سنبديها لهم ورضاهم عنا هام جدا يا بالا، فأن نكون موطنا وملاذا آمنا لجميع المظلومين أهم من كل شيء يا بالا. العدو يطالب بهم ويود أن يمنع لجوء غير المسلمين الآخرين إليك. إن كان أصحاب البيت جيدين حينها سيأتي الكثير من الضيوف، وإن كانوا راضين عنا فإنهم سيمكثون هنا. إن كنا نحن سنؤسس دولة يوما ما، فستكون بحاجة إلى الكثير من الناس. هذا مفترق طرق يا بالا. نحن لن نسلم ضيوفنا لذلك العدو مهما حصل، وستعرف كل المناطق أن قبيلتنا ملاذ للمظلومين، وسوف تجتمع جميع المناطق تحت رايتنا. اهتم أنت بالكفار يا سيد عثمان، ودع استضافة المساكين لي، ولا تقلق بشأن ذلك.
هذه لأمي. إنها تليق بك كثيرا. أجل، لقد فهمت. فهمت يا سيمون، لقد انهارت الأنفاق وأنت لم تصل إلى هيلين، صحيح؟ أجل، لقد حدث كل شيء فجأة يا نيكولا. حسنا يا سيمون، لكن كيف علم عثمان بأمر الأنفاق؟ دوندار، لابد أنه علم بذلك من دوندار. حسنا، لماذا لم أعلم بأن عثمان قد قبض على دوندار؟ هذا لأن عثمان قبض على دوندار قبل بدء الهجوم بقليل، ولم تكن لدي فرصة لإخبارك بذلك يا نيكولا. فهمت. لقد فهمت. حسنا يا سيمون، اعذر فضولي يا صديقي، لكن كانت إحدى تلك الأنفاق تصل محلكما، صحيح؟ هيا أخبرني كيف لم يتم القبض عليكما. لأنني أنا وبيتروس فعلنا كل ما في وسعنا من أجل إقناع عثمان. بالطبع لم نستطع أن نبدد كل الشكوك، ولكن عثمان يثق بنا حاليا يا نيكولا. أي أنكما أقنعتما عثمان ببراءتكما، صحيح؟ أجل، ولكن يجب ألا يبقى عثمان دون عقاب بعد كل ما فعله. علينا أن نهاجمه، لا يجب أن نضيع الوقت. علينا أن نحدد توقيت هذا الهجوم الأخير ونتحرك وفقا لذلك يا نيكولا. بالطبع يا سيمون، بالطبع. سأجهز جيشا من خلال الجنود الذين سأخذهم من الحكام وأهاجم قبيلة عثمان. لكن متى؟ قريبا جدا. لكن علق شيء ما بذهني سيمون. إنني أفكر، لابد أن إقناع عثمان ليس أمرا سهلا، ها؟ ما بك يا نيكولا؟ ألم تعد تثق بنا بعد الآن؟ أجبني أنت على هذا. أنا أود أن أفكر بأننا لا نزال أصدقاء. بالطبع يا سيمون، بالطبع. ديموس، رأيته في القبيلة وكان معه شخص آخر، كلاهما كانا أسيرين لدى عثمان. من أنت؟ ها؟ أنت تكذب نيكولا، عليك أن تصدقني، فنحن لا نعمل لصالح عثمان. سيمون، أين هو بيتروس؟ أم أن عثمان قد قام بأسره وأرسلك أنت لمعرفة متى سأقوم بحملتي؟ هذا ما حصل، صحيح؟ أجبني نيكولا. نحن أعطيناك كل تلك الفرص، لكن أنت فرطت بها كلها. جعلت عثمان يهرب ويدمر جيوشك. هل تحاول أن تجعلنا ندفع ثمن أخطائك هذه الآن؟ سيمون، أسألك للمرة الأخيرة، أين هو بيتروس؟ سوف أقول له أن يأتي لرؤيتك.
لكن إن تصرفت هكذا فلن تستطيع الحصول على مساندتنا. ما الذي حدث يا سيمون؟ ما الذي حدث يا سيمون؟ هل تخلى عنكم البابا المعظم وترككم هنا؟ ماذا حدث؟ ما الذي حدث؟ سيمون قل لي ما الذي حدث هيا. اذهب إلى الجحيم إلى نيكولا. أي مكان لا يحوي جرذان البابا هو جنتي. أغلق. أصغي إلي الآن، ستعود إلى القبيلة حالا وستحاول أن تعرف ما الذي يجري وما الذي يخططون له بالتفصيل. هل فهمت؟ هذا جميل. كالانوس، هل يعرف عثمان أننا سنهاجم؟ يعرف يا كالانوس، ولكن عثمان وحيد جدا، ليس لديه أحد على الإطلاق في قبيلته سوى محاربيه. حان وقت إنهاء هذا الأمر الآن. إذا كانت الأمور كما قلت فسيكون هناك حرب جديدة بينهما عما قريب. سيحدث كما تفضلت، ستندلع حرب بين السيد عثمان ونيكولا. نيكولا يطالب باللاجئين والسيد عثمان لم يسلمهم.